أعجزت مصر أن تمد قطاع غزة باثنين مليون أو مليون ونص من الوقود؟ إذا لم يكن إذا لم توجهوا بوصلتكم لفلسطين وللأقصى وللقدس واستئصال العدو الصهيوني، ستدوسكم أمريكا وستحاصركم بمؤامراتها وستقضي عليكم. لذلك يجب أن ترفعوا راية الجهاد، راية لا إله إلا الله. يا أخوان احنا عددنا في غزة 1.8 مليون، عدد مصر حوالي 90 مليون. يعني لو تيجيت احنا قديش النسبة؟ نسبة بسيطة جدا، تقريبا 2%. يعني لا نشكل عليكم ضغط مطلقا. الحمد لله أصولنا كلنا عربية، ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية، سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط، ولذلك قد تربطنا قرابات. ولذلك أين 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 المودة؟ أين الرحمة؟ أنا شخصيا نص عائلتي مصرية كلنا، ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري في أساسنا. نص 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 فلسطين، نص فلسطين يا أخواننا مصري ونص سعودي. إيش من هم الفلسطينيون؟ في عنا في أسماء كثيرة اسمها المصري، وجذورهم مصرية، جذورهم مصرية مصرية. قد يكونوا من الإسكندرية، من القاهرة، من دمياط، من الوجه البحري، من أسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون، نحن منكم. الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر.